تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. للمشاركة في البرنامج يرجى الاتصال على الرقم 600-55-1414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. صحة وسعادة. مستمعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصبحكم الله بالخير والنور والعافية، ويا مرحبا بكم وسهلا في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة، تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعة نور دبي. مستمعينا الأعزاء، أحب أن يرحب بفريق العمل معي اليوم في التنسيق والمتابعة والإخراج، الأستاذ المبدع المخرج أيمن سرحيل، صبحك الله بالخير والنور والعافية، وفي الإعداد يوسف سعد، وأنا محدثكم عبد الله جمعة. وأيضا مستمعينا الأعزاء، نرحب بتواصلكم ونرحب بملاحظاتكم وتواصلكم معنا على الأرقام 600-55-1414 وعبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. مستمعينا الأعزاء، فقرتنا الأولى فقرة السوشيال ميديا مثل ما عودناكم مع زميلتنا الأستاذة أسماء الجناحي للتعرف إلى اهتمامات السوشيال ميديا، واليوم يعني اهتمامات السوشيال ميديا اليوم وأغلب ما يدور فيها. أختي أسماء، صبحك الله بالخير والنور والعافية. صبحكم الله بالنور والسرور أخوي عبد الله، عليك وعلى كل المتابعين إذا أسمي ورقبي. الله يصبحك إن شاء الله بالنور والعافية. ناخذ جولة في قنوات التواصل الاجتماعي والأشياء اللي صارت فيها. من الأشياء اللي نحن نحب ننوه عليها قبل ما نبدأ المداخلة، أن يعني نتمنى من الجميع أنهم يلتزمون بالإرشادات اللي تعلن عنها القطاعات الصحية، وأيضا التوجهات الموجودة، عدم الخروج من المنزل إلا للضرورة القصوى، في حال إذا واحد كان محتاج أي استفسار أو تواصل مع الهيئة، رقم المجاني 8342 وهو يعمل على مدار الساعة. نعم. كان في أمس يعني فيديو جميل جدا من مطارات دبي، فرق خدمات الإطفاء والإنقاذ كان يسوي فيديو جدا جميل يشكرون فيه القطاعات الصحية وخط الدفاع الأول في هيئة الصحة بدبي، وهي كانت لقطة جدا جميلة منهم بصراحة، وايد الفيديو حلو. نعم. ونحن تم وضعه أيضا في حسابات قناة التواصل التابعة لنا. أيضا نحن كنا حاطين فيديو من يعني الإدارات الثانية أيضا تقوم بكثير من الأشياء، من مثلها الصيدلة. فالصيدلية هيئة الصحة تتعامل تقريبا مع 2000 وصفة علاجية يوميا، وكنا حاطين نشوف من خلف الكواليس كيف فرقنا من إدارة الصيدلة والخدمات الدوائية قاعدين يتعاملون مع العيان. أيضا من ضمن النصائح اللي جدا مهمة وكان عليه وايد استفسارات تم وضعها في قنوات التواصل الاجتماعي، وهو التأثير النفسي لفيروس كورونا المستجد على الأطفال، وكيف ممكن أولياء الأمور يواجهون هذا التأثير النفسي ويتجنبونه في عيالهم. فهي من النصائح اللي كل النصائح اللي حطيناها خلال 24 الساعة الماضية، ونتمنى لكم الصحة والعافية. الأخت أسماء الجناحي، شكرا لك، ونتمنى لك أيضا الصحة والعافية. مستمعينا الأعزاء، مثل ما ذكرت الأخت أسماء الجناحي بأن الالتزام بالإرشادات والإجراءات الاحترازية والوقائية ضرورة جدا، وعدم الخروج من المنزل إلا للضرورة القصوى. فقرتنا الثانية بتكون مستمعينا الأعزاء مع التسوق الذكي مع اختصاصية التغذية في هيئة الصحة بدبي الأستاذة سهى نوفل، ولكن بنطلع فاصل وخلكم ويانا إن شاء الله وراجعين. صحة وسعادة.
مستمعين الأعزاء، يا مرحبا بكم وسهلا في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة اللي تقدمه هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعة نور دبي. أرحب بكل من أنضم إلينا، وأيضا أذكركم مستمعين الأعزاء بتواصلكم معنا، ونرحب أيضا بملاحظاتكم ونرحب باقتراحاتكم على الأرقام 600551414 وعبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. مستمعينا الأعزاء، فقرتنا الثانية بتكون عن التسوق الذكي، ومثل ما تعرفون بأن هناك الكثير من المواقع أونلاين للتسوق الذكي، وأيضا نحن خلال الفترة يعني ننصح الجميع بتقليل عدد يعني مرات الخروج من المنزل للتسوق واستغلال المواقع الإلكترونية للتسوق. حول هذا الموضوع بتكون معنا أخصائية التغذية في هيئة الصحة بدبي الأستاذة سهى نوفل، وبتحدثنا أكثر عن التسوق الذكي. أستاذة سهى، صبحت الله بالخير والنور والعافية. صباح النور والسرور والصحة للجميع إن شاء الله تعالى. أخ عبد الله، الله يحييك. نحن أستاذة سهى يعني تحدثنا في كثير من الحلقات السابقة عن موضوع التسوق الذكي، وعن موضوع يعني التخطيط أيضا للتسوق خلال الفترة هاي، كيف الآلية وكيف الشروط وكيف الأمور اللي مفروض الواحد يأخذها بعين الاعتبار، الإجراءات الاحترازية والوقائية، الخروج من البيت، الدخول للبيت بعد التسوق. فبتكلمينا أنت إن شاء الله أكثر اليوم عن التسوق الذكي إن شاء الله تعالى. طبعا زي ما أنت حضرتك تفضلت في المقدمة، إحنا الحق الآن كلها حملاتنا ونداءنا لكافة أفراد المجتمع في البقاء في المنازل، البقاء في البيوت لحمايتهم ولتفادي الاختلاط مع الآخرين قدر المستطاع لحمايتهم وحماية عائلاتهم في هذه المرحلة اللي إحنا بنمر فيها. فأكثر شيء ممكن نركز عليه في هاي الفترة اللي هو مسألة التسوق زي ما حضرتك تفضل. هناك عدة شروط وعدة إجراءات لازم الإنسان يكون حريص فيها عند التسوق، والحمد لله في ظل هاي الظروف لاحظنا كثير من المتاجر متماشيا مع هاي الاستراتيجيات وهاي الرؤية وهي البقاء في المنازل، عملت التسوق في مواقع الأونلاين اللي المتاجر الذكية، يعني صار لها مواقع على الإنترنت بيقدر الإنسان يختار المواد اللي بده إياها ويتسوق في منزله، وتوصله المواد هاي إلى باب المنزل، وهذا كله طبعا لتجنب خروجه من المنزل قدر المستطاع واختلاطه مع الآخرين في هذه الفترة. فهاي التطبيقات الذكية موجودة وخدمات التوصيل موجودة، احنا بننصح أغلب الناس يلجأ إلى هذه المتاجر الذكية قدر المستطاع. فهلا لو تطرقنا لهذه المتاجر وشروط انت استقبالك لهذه المنتجات، طبعا في البدايه لما انا اجي بدي اختار، انا هلا حطرق خاصه للمواد الغذائيه، لما اختار من المتاجر هذه المواد الغذائيه احرص على اختيار الاولويات، اركز على المواد الاوليه والاساسيه اللي لازم تتواجد عندي في المنزل. نعم. سواء المواد البقوليات، المواد طويلة الأمد اللي ممكن تبقى عندي فترات طويلة، ما ألجأ إني كل يومين ثلاث أطلب من المتجر قدر المستطاع تكون عندي مواد يعني مدة حفظها طويلة، تكون مواد لازمتني وأساسية في المنزل، سواء أرز، سواء بعض الحبوب زي ما حكينا، الزيت، الأشياء اللي ممكن تكون عندي فترة أطول. هلأ أنا مجرد ما يوصلني هذه المنتجات إلى المنزل إيش المفروض أني أسوي؟ أولا أحاول أخبر مندوب التوصيل يبقي مسافة ما بيني وبينه عن طرح لما يرن الجرس لحتى أستطيع أتناول منه هاي المواد ما يكون مقابلي بشكل مباشر. صحيح. مجرد طبعا أتجنب الدفع بالنقود قدر المستطاع، أدفع عن طريق البطاقة. أخذت المواد الغذائية، هلأ مجرد ما أنا أخذ المواد الغذائية هاي عندي بعض الأمور لازم أتبعها وأكون حريص عليها. أولاً أشيلها من الأكياس اللي هي موجودة فيها وأتخلص من الأكياس بطريقة صحية ومناسبة. غسل اليدين عند أخذ هاي المواد، كل ما أفرغ هاي المواد فرغتها من الأكياس برضو أغسل يدي. بعدين بعض الأشياء ممكن أتخلص من غلافها الخارجي، يعني مثلاً عبوات مثل الحبوب الكاملة ممكن أتخلص من هاي الكراتين الخارجية وأتلفها،
لو ما كان عشان ملامسة بعض الأشخاص إلها في الأيدي، عشان حتى برضو مواد التعقيم اللي بتكون فيها الجمعيات والسوبر ماركتات بشكل دوري وتحت رقابة البلدية بشكل دوري عم بعقموا الشلفات، عم بعقموا هاي المواد، فممكن تكون بعض المواد والمطهرات حتى علقت عليها. فأنا بتجنب إنه يجي طفل يمسك هاي الكراتين أو هاي العلبة مباشرة، فأحرص دائما على إني أتخلص من هذه العلب الخارجية لبعض هذه المواد، الأكياس كلها نتخلص منها، الفواكه اللي بتتحمل إنها تنغسل حتى لو كان برتقال، ليمون، بقية الخضار أغسلها بشكل جيد في الماء، ممكن أحط بعض أنواع الخل عليها، فهي غسلتها بجففها بشكل جيد، بعدين بحط فيها في الثلاجة. نعم طبعا بنرجع بننظف كل الأسطح اللي تم وضع هذه المواد عليها. صحيح. أيضا أختي سهى، موضوع ضروري جدا، يعني نحن ننصح دائما خلال الفترة هاي موضوع التخطيط للتسوق، هاي أنا وبالأخص نعم وبالأخص ال ال الذهاب إلى متاجر لي المطاعم، يعني غرض شراء يعني المنتجات الغذائية. هاي في حال أنا هلا إحنا ما نطرقها، في حال أنا اضطريت إني أطلع، طب إحنا نعم من وصفي حاول ما تطلع أكثر من مرة إلى مرتين ماكسيموم في الأسبوعين مش في صحيح الأسبوع لشراء هذه المواد، ولما نعم بدك تطلع حاول لا تاخذ معك أطفال، احرص على أنك تكون لوحدك، جهز هاي القائمة الغذائية عندك، جهزها قبل ما تطلع تتسوق. أنت لما بتجهزها أنت بتختصر وقت وجودك في الجمعية وتعرضك للمجتمع بشكل أكبر. أنت لما بتجهزها بتكون عارف الأساسيات، أنا بدي مواد غذائية ذات قيمة غذائية عالية، أنا ما بدي أشتري بس مثلا شبوت أشياء قيمتها الغذائية قليلة، مثلا شبوت بسكوت، لا خليني في البداية أركز على الأشياء ذات القيمة الغذائية العالية. صحيح. احرص أنك ما تذهب للتسوق وأنت جائع. الإنسان لما يكون جائع يذهب للتسوق حياخذ مواد من كل الرفوف. اللي يحتاجه واللي ما يحتاجه. اللي يحتاجه واللي ما يحتاجه. نعم بالضبط. صحيح. خذ المواد ذات مدة صلاحية بعيدة على أساس ما تظلك رايح جاي على السوبر ماركت. نعم. زي ما حكينا خلي مدة الصلاحية تكون عالية، احرص على شراء بدائل الأغذية. كيف يعني بدائل الأغذية؟ يعني أنا أخذت كيس أرز مثلا الخمسة كيلو، طب أنا ممكن على أساس ما بعرف شو ممكن يصير معي بعد أسبوع، يمكن بعد أسبوع ما أتمكن من الخروج إذا أنا عندي استهلاك عالي للرز، خليني أخذ بديل، ممكن أخذ بديل عنه الشوفان، ممكن أخذ بديل عنه الفريكة، ممكن أخذ بديل عنه البرغل. لازم يكون الإنسان عنده بدائل في نعم المطبخ، بدائل مثلا الليمون عندي، الخل، البهارات نفسها ممكن استعيد عنها مثلا في الليمون في بعض الحالات. ما هذا بيجنبني اني اذهب بشكل مستمر على متجر التسوق، وبنفس الوقت اني اقدر اطلب اونلاين، فخلي يكون عندي جزء من البدائل. بدائل ممتاز. مثلا لو متوفر عندي اللحوم او الدجاج خلي يكون عندي تونه، يكون عندي سردين، بعض هذه الاشياء اللي فيها قيمه غذائيه عاليه وممكن تخدمني فترات طويله واخزنها عندي في المنزل بدون ما اكون خايف منها. نعم طبعا مع مراعاه نفس الشروط اللي انا مجرد ما اوصل فيها المنزل اللي حكيناها قبل قليل لما يوصل لي المندوب المواد الغذائيه اللي هي التخلص من الاكياس، غسل اليدين، تنظيف الخارجي لبعض العلب او التخلص من الاشياء اللي ممكن اتخلص منها. نعم أستاذة سهى، نحن طبعا نضم صوتنا مع صوتك، وأيضا يعني نذكر مستمعينا الأعزاء بقدر المستطاع يعني استغلال موضوع أو يعني تقليل الخروج من المنزل، ومحاولة أن يعني يتم التواصل التسوق عن طريق التسوق الذكي. الأستاذة سهى نوفل، اختصاصية التغذية في هيئة الصحة بدبي، شكرا جزيلا لك. العفو العفو، يعطيك العافية. الله يعافيك. مستمعينا الأعزاء، فقرتنا الرئيسية الثانية بتكون عن نصائح للمرأة الحامل للحماية من الكوفيد 19. الدكتورة هند العوضي، رئيس قسم التعزيز والتثقيف الصحي بهيئة الصحة بدبي. مستمعينا الأعزاء، بناخذ فاصل وبنرجع إن شاء الله مع الفقرة الرئيسية، فخلكم ويانا.
مستمعين الأعزاء، يا مرحبا بكم وسهلا في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة، تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير دبي اف ام، عبر أثير دبي نور دبي. مستمعين الأعزاء، نرحب بتواصلكم ونرحب بملاحظاتكم ونرحب باقتراحاتكم على الأرقام 600551414 وعبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. مستمعين الأعزاء، فقرتنا الرئيسية اليوم لهذا اليوم بنتكلم عن نصائح للمرأة الحامل للحماية من كوفيد 19. بتكون معنا اليوم الدكتورة هند العوضي، رئيس قسم التعزيز والتثقيف الصحي بهيئة الصحة بدبي. دكتورة هند، صبحت الله بالخير والنور والعافية. صباح الخير لجميع المستمعين ولك أخ عبد الله. الله يحييك دكتورة. يعني مثل ما نحن نعرف أن يعني المرأة الحامل مهم جدا المحافظة عليها وعلى فترة الحمل، وأيضا يعني نحن نتمنى إن شاء الله أن يعني لا تصاب بالكورونا فيروس، ولكن الحماية مهمة للمرأة الحامل. تكلمينا دكتورة عن يعني هل المرأة الحامل أكثر عرضة اليوم للإصابة بكوفيد 19؟ هو المرأة الحامل مش أكثر عرضة للإصابة بكوفيد 19، لأن جميع الأشخاص هم عرضة للإصابة بنسب متساوية. نعم. ولكن المرأة الحامل بحكم أنها هي حامل والتغيرات اللي تصير في جسمها وجهازها المناعي والهرمونات هذه كلها، هذه تخليها تتأثر بشدة إذا لا سمح الله جاتها الفيروس كورونا المستجد، وخصوصا هذا راح يأثر على جهازها التنفسي بشكل خاص. نعم، فمعناته يعني دكتورة أن المرأة الحامل أثناء فترة الحمل يعني الجهاز المناعي أو المناعة عندها أقل، فنحن يعني نوصي بأن يكون يعني هناك أخذ الاحتياطات والإجراءات الاحترازية على أساس أن ما تكون هناك مضاعفات للأعراض اللي ممكن تطلع أثناء يعني فترة المرض. بالضبط، احنا نعتبر المرأة الحامل هي وضع خاص جدا بحكم انها حامل وجسمها معرض اكثر للامراض وحساس بطريقة اكبر شوية من الانسان العادي. عسبتي احنا نعتبرها حاليا هي من ضمن الفئات الاكثر عرضة لمخاطر المرض هذا، فعسبتي احنا ننصحها انها تدير بالها على نفسها اكثر وتحافظ على عمرها وعلى جنينها. نعم، بما أنك تكلمتي دكتورة عن موضوع الجنين، هل يمكن أن ينتقل يعني المرض الفيروس كوفيد 19 من الأم إلى الجنين؟ حتى الآن جميع الدراسات اللي تسوت لغاية اليوم هذا لم يثبت أن الفيروس ينتقل إلى الجنين أثناء حملها وأثناء ولادتها وأثناء المخاض، يعني هذه لين الحين ما أثبتت. الدراسات كلها قالت أن المرأة الحامل لا تنقل الفيروس للجنين، ولكن بمجرد ما هي تربي بالسلامة الجنين بيكون حالة حال أي شخص ثاني، بيكون معرض لمخاطر انتقال الفيروس له بحكم أنه خلاص طلع من بطن الأم وطلع للعالم الخارجي، فأحين صار هو معرض للفيروس حالة حال الجميع. نعم دكتورة، مثل ما تعرفين بأن هناك الكثير من يعني التوجيهات، الكثير من التعليمات، الإجراءات الاحترازية الوقائية يعني يعني منع انتشار المرض. بالنسبة للمرأة الحامل، هل يعني هناك إجراءات خاصة بحيث أن تحمي نفسها من الكوفيد 19؟ طبعا أنا أنصحها أنها تخبر جهة عملها أنها حامل عشان يكون في إمكانية أنها تعمل عن بعد، لأن إحنا ننصحها أنها تتجنب الخروج من المنزل إلا للضرورة القصوى، وطبعا تتجنب الاختلاط بأي شخص مريض سواء كان خارج المنزل أو حتى أفراد عائلتها، أي حد عنده أي أعراض هي تتجنب مخالطتهم.
لازم هي تكون بعد على تواصل مستمر مع طبيبها المختص عشان يرتب زياراتها، يتكلم معها عن خطة ولادتها، وبعد إذا لا سمح الله طلعت لها عندها أي أعراض كحمى أو سعال، طبعا هي لازم على طول تتواصل مع طبيبها المختص وتخبره إن هي عندها هذه الأعراض، وهو راح يشور عليها بالإجراء الصحيح. بعد نذكرها ان انت في الحجر المنزلي لازم انت تحافظين على نفسك وصحتك، ان تتناولين وجبات صحيه، ما تكونين كل طول الوقت قاعده تتحركين شويه، تكونين شوي نشيطه، تتاكدين انك انت تحصلين على قسط كافي من النوم. هاي الاشياء كلها راح ترفع من مناعتك وتخليك في صحه جيده عشان تحاربين هذا الفيروس. وبعد ما ننسى الصحة النفسية لها، إن هذا شيء طبيعي إن هي تقلق وتخاف، هذا الخوف والقلق هذا طبيعي، ولازم هي تكون على تواصل دائم مع أفراد عائلتها، مع زوجها، مع أصدقائها عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي تقدر تتواصل معهم. وهي إن حست إن هاي الضغوطات كلها زيادة وفوق قدرة تحملها، احنا ننصحها انها تستشير اخصائي نفسي بعد عشان يعطيها بعض التقنيات او يسمع لها ويعطيها بعض الاقتراحات عشان صحتها النفسية. وبعد احنا بعد نقول ان شاء الله هي بعد ما تربي بالسلامة، ننصحها انها تأجل زيارات الاهل والاصدقاء ان يباركوا لها بمولودها الجديد الى ما بعد ما تنتهي هذه الازمة ان شاء الله. نعم دكتورة، أيضا يعني انت تطرقت لي، يعني خلنا نقول مدامنا نحن في موضوع حين بعد الولادة، هل يمكن للأم أن ترضع طفلها إذا كان يعني لديها أعراض مثلا؟ حتى الآن لم يكتشف الفيروس أنه يكون موجود في حليب الأم، ولكن هذا القرار يكون قرار الأم نفسها وقرار طبيبها المختص. إن هي قررت إنها ترضع طبيعياً أو إن هي قررت إنها تضخ الحليب وترضع الولد عن طريق الحليب اللي ضختها، أو إن هي تأجل رضاعتها، هذا القرار يتخذه طبيبها المختص وهي تتخذه بعد. بس طبعاً في بعض الإجراءات الاحتياطية اللي إحنا يعني نقدر ننصحها فيه، سواء اتخذت قرار الرضاعة الطبيعية أو اتخذت قرار ضخ الحليب. نعم دكتورة هند، نحن تحدثنا في حلقات سابقة كثير عن موضوع رفع المناعة والاهتمام بالجهاز المناعي، وتحدثنا عن الأغذية اللي ترفع المناعة، سلوكيات الحياة اليومية، العوامل اللي ترفع المناعة. لو تحدثينا دكتورة عن تغذية الحامل في هذا الوقت بخصوص موضوع الأغذية اللي تزيد المناعة، لأن نحن في بداية حديثنا دكتورة تكلمنا بأن المرأة الحامل بشكل عام تكون عندها فترة الحمل الجسم نسبة المناعة فيه أقل يوم تكون غير حامل، فلو نتحدث عن موضوع يعني التغذية للمرأة الحامل. طبعا احنا ننصحها انها ما تاكل عن شخصين مثل ما هو متداول في الحد العادي، كلها تاكل غذاء صحي سليم، وجبات منتظمه في اوقات صحيحه، الافطار والغداء والعشاء مع بعض السناكات اللي ما بين الافطار او الغداء او الغداء والعشاء، ما تكثر من تناول الاطعمه المليئه بالدهون والاغذيه الغير مفيده، تحرص على أخذ كمية كافية من الخضار والفواكه لأن هذه مليئة بعناصر مضادة للأكسدة والفيتامينات والمعادن اللي ترفع من مناعة الإنسان. ما ننسى بعد كمية كافية من الماء، لازم هي دائما تأخذ كميات كافية من السوائل في جسمها. بعد هذه باختصار بعض النصائح اللي نحن نقدر ننصح فيها المرأة الحامل من ناحية غذائها. نعم ايضا دكتورة عندنا سؤال بالنسبة لي يعني التسوق، يعني في عندنا سؤال هل يعني خطورة كبيرة يعني على المرأة الحامل التسوق؟ طبعا احنا ننصحها اذا كان في حد موجود معها في المنزل يقدر ياخذ هذه المهمة عنها، طبعا هو افضل ان تكلف شخص ثاني بمهمة التسوق وشراء احتياجاتها الاساسية من الغذاء او الدواء او ايا كان.
لكن إذا هي اضطرت إن هي ملابسها تطلع طبعاً تأخذ إجراءاتها الاحتياطية حالها حال جميع الأشخاص، من ارتداء الكمام، الحفاظ على التباعد الجسدي بينها وبين الأشخاص الآخرين، تتجنب تروح الأماكن إذا راحت الجمعية، ما تتجنب تروح في أماكن الذروة، في أوقات الذروة أقصد، تتجنب تزاحم الناس في بعض الكاونترات والأرفف. باختصار يعني إجراءاتها الوقائية هي نفس الإجراءات الوقائية اللي إحنا ننصح في عامة الشعب. نعم، وأيضا اليوم دكتورة نحن تكلمنا مع الأستاذة سهى نوفل أخصائية التغذية بالتسوق الذكي، فبإمكانها يعني المرأة الحامل أنها يعني تستفيد من المواقع الأونلاين اللي موجودة، واليوم هناك الكثير من المواقع أن ممكن هي تستفيد وتستغل التسوق الذكي بدل ما أنها هي مثلا تطلع وتعرض نفسها للخطر. بالضبط، يعني حين السوق مليان مواقع إلكترونية والتوصيل صاير جدا سهل، والعالم صاير يعني مثل قرية صغيرة، فهي تقدر تستغل هذه التكنولوجيا هذه أنها هي تقلل من خروجها من المنزل. نعم دكتورة هند، بخصوص موضوع حماية الطفل بعد الولادة، شو تنصحين المرأة؟ طبعا الطفل مثل ما قلت لك اول ما يخرج من رحم الام هو راح يكون معرض للاصابه بهذا الفيروس من اي شخص مصاب، سواء كانت الام او احد افراد العائله او حتى الغرباء. يعني احنا هنا نتعامل مع الطفل ان ناخذ الاجراءات الوقائيه مثل ما ناخذ اجراءات الوقائيه لاي شخص ثاني، مش اي شخص غريب يحمل الطفل، مو باي شخص. احنا يعني عندنا عاده ان احنا نحب نحضن الطفل الرضيع ونقبله وكذي. نعم. احنا هذه الاشياء في هاي الفتره طبعا نتجنبها، وبعد ان نقلل من تلامس الغرباء لهذا الطفل الرضيع، احنا نحاول ان نخليه في بيئه امنه، حتى الأم نفسها لما تحمل الطفل أو تراضع أو تغير لتتأكد أن إيدها نظيفة، تغسل إيدها قبل ما تحمل الطفل، وهو المنطقة اللي الطفل يكون فيها موجود لازم تحرص أنه نظيف ومعقم بشكل جيد وآمن بعد، وتتأكد من المواد اللي تستعملها في التعقيم مواد آمنة لهذا الطفل. بعد احنا نقدر نقول ان طبعا ما في غنى عن الرضاعه الطبيعيه، هو افضل مصدر للمعادن، هو الشيء اللي يقدر يرفع من مناعه الطفل، لكن مثل ما قلت لك قبل قرار الرضاعه الطبيعيه هو قرار راجع للام وطبيبها المختص. نعم دكتورة هند العوضي، رئيس قسم التعزيز والتثقيف الصحي بهيئة الصحة بدبي، حديثنا شيق، معاك كل الشكر والتقدير. شكرا، ودمتم بصحة وسلامة. دمتي بصحة وسلامة دكتورة هند. مستمعينا الأعزاء، وعن أهم مواضيع وسائل الإعلام ووكالات الأنباء، خبراء يقولون بأن المتعافون غير محصنين من الإصابة بكورونا فيروس. أوضح مسؤولون وخبراء في منظمة الصحة العالمية أن الأشخاص المتعافين من مرض كورونا قد لا يكون لديهم الأجسام المضادة لمحاربة المرض في حال إصابتهم مرة أخرى. وقال المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ في منظمة الصحة العالمية مايك ريان، فيما يتعلق بالشفاء من مرض كوفيد-19 ومن ثم الإصابة مرة أخرى، أعتقد أنه ليس لدينا الإجابات عن ذلك، فهذا أمر غير معروف بعد. وفي نفس السياق نقل موقع قناة CNBC الأمريكية عن الخبيرة الرئيسية لمنظمة الصحة العالمية قولها إن دراسة أولية للمرضى من شانغهاي وجدت إن بعض المرضى ليس لديهم استجابة مضادة للأجسام المضادة يمكن اكتشافها أيضا، وتابعت بقولها إنه كان لدى البعض الآخر استجابة عالية جدا وظهرت لديهم أجسام مضادة لمكافحة الفيروس. مستمعينا الأعزاء، وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم. ننصح الجميع بعدم الخروج من المنزل إلا للضرورة القصوى، وأيضا الاستفادة مثل ما تحدثنا اليوم بالتسوق الذكي، وأيضا دائما ناخذ موضوع وجودنا في البيت بالطاقة الإيجابية، وأيضا يعني
خلك بالبيت نداء وطني، ودائما نحن لابد أن نعرف أن هذا النداء الوطني يؤخذ بعين الاعتبار، ودائما نحط في بالنا أن وجودنا في البيت هو سبب رئيسي لنجاح فرق العمل اللي تشتغل 24 ساعة لسلامتكم ولصحتكم. مستمعين الأعزاء، أحب أني أشكر فريق العمل معي اليوم في التنسيق والمتابعة والإخراج الأستاذ المبدع أيمن سرحيل، وتقبلوا تحياتي عبد الله جمعة، ونستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.